اليوم أرجو معرفة طريقة زيت الحلبة لتكبير الثدي. ذكرناها من قبل، زيت الثدي بيستخدم دهان في شكل دائري من أسفل إلى أعلى على الثدي بعد حمام ساخن، وحمام ساخن يكون على قدر المستطاع، يعني على قد ما نستحمله. دي بنعملها مرة يوميا مع المداومة على الأقل 3 أشهر، مش أقل من كده، عشان ما تستخدمهاش أسبوع أو 2 أو شهر وأقول ما جابتش نتيجة. مش أقل من 3 أشهر.